اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. البطاطا الحلوه من فصيله الدرنيات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها من الارض الطيبه مصر، متفقين. بصل، ثوم، بطاطا، بطاطس، القرع العسلي، الكرنب، كل ده درنيات. البصل الاخضر، الحاجات دي كلها قيمتها الغذائيه لا تعد ولا تحصى. يعني موضوع البحث عن القيمة الغذائية للبطاطا سهل دلوقتي، كبسة زر على التليفون، فايدة البطاطا لمريض السكر، مريض الضغط، حاجات كتير قوي. الاهتمام الإعلامي الملحوظ الأيام دي باهتمامنا للبطاطا وإن احنا نوظفها ونستهلكها مع الخبز والعيش حاجة جميلة جدا. ترشيدا لاستخدامنا للدقيق، حاجة حلوة. احنا عندنا دقيق يكفي السنين كلها، مصر بخير ليوم الدين إن شاء الله. ولكن إن احنا نجدد من الرغيف العيش حاجة حلوة. اخواننا في الهند استخدامهم للبطاطا من زمان في بعض الحلويات المشهوره وبعض المخبوزات بتاعتهم، فانا خلونا النهارده معانا البطاطا الحلوه، واحنا البطاطا بتاعتنا مميزه، معانا منها البطاطا السليمه ومنها دقيق البطاطا، ده موجود في اي سوبر ماركت. عايز اعمل النهارده رغيف العيش، نعمله ازاي؟ ممكن تعمليه في البيت تغيير، وممكن تستخدميه مع طبق الفول، تستخدميه مع طبق اومليت، تعملي سندوتشات لاولادك، تعملي كب كيك بالبطاطا الحلوه، صينيه بطاطا حلوه بالكريمه. البطاطا الحلوه استخداماتها كتير قوي واحنا المصريين شطار فيها. انا عملتها زلابيا بالبطاطا الحلوه، دخلتها مع الدقيق والخميره وبقت احلى زلابيا. معانا النهارده الاستاذ احمد عوض بيقول لي انت هتضحك علينا بالبطاطا ولا ايه؟ لا يا عمي، معانا النهارده صدر ديك رومي جامد جدا. هنعمله ايه النهارده؟ هنعمله رولز بالخضار والزبده، حاجه جميله حلوه. يعني هنجيب الصدر الديك الرومي ده كده، ناخده منه الشرايح ونبدا ان احنا نحشيه تشكيله من الخضار مع زبده مع روزماري، ونلف رولز كده ونشوحه في النار، حاجه سكه البوبيت من المطبخ الغربي. بما ان النهارده الثلاث طبعا المطبخ الغربي معانا النهارده. ومعانا كمان المفاجاه كمان، بما ان البطاطا قيمتها الغذائيه عاليه جدا وعندنا طلبه الثانويه العامه بيمتحنوا، فاهداء مني وانا معاكم سند في المطبخ، هنعمل ايس كريم البطاطا الحلو. حلو، عملنا ايس كريم البطيخ، عملنا ايس كريم القرع العسلي، هي نفس المدرسه. هنعمل كمان ايس كريم النهارده من البطاطا الحلوه، سهل جدا، شويه جيلي لا لون ولا رائحه اللي هو الموجود في اي محل بتاع مأكولات، ومعانا او عطار، ومعانا البطاطا الحلوه، هنشوف نستخدمها ازاي. مش عايز اطول حضراتكم، في تفاصيل كتيره في الحلقه، وفي كمان معلومه غير معلومه، واستخدامنا للبطاطا الحلوه كثيرا وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. هنروح فاصل ونرجع لاسرار المطبخ من المطبخ الغربي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع صدر ديك رومي، وبيقولوا له في الكنترول ليه جايب صدر مش جايب ديك رومي سليم؟ احنا حسب عدد افراد الاسره، ومش عمليه ترشيد بس او ان احنا بخله، لا بالعكس، هي القصه كلها ان احنا ايه المشكله لما انا اجيب الديك الرومي على ثلاث مراحل او اربع مراحل، مره اعمل الورك، مره اعمل الفخذ بتاعه يعني، ومره اعمل الصدر. اهو انا بشيل الجلده دي كده بتاعته مش عايزها، واخد يا عم الشيف صدر الديك الرومي ده كده واعمله رولز بالخضار والزبده، واحط له زيتون اخضر بقى وادلعه اخر دلع يستاهل. دي مش عايزها. هاخد الروزماري ده كده خليه، وتعالوا نشوف هنشتغل فيه مع بعض ازاي. معايا صدر ديك رومي، المقادير على الشاشه، تشكيله من الخضار الحلو، فلفله ملونه، بصل، زيتون، ومعانا كمان روزماري وزبده وتوم وبصل، ومعانا رز بسمتي للتقديم اختياري او مكرونه سباكيتي حسب الرغبه. هنشتغل في الديك الرومي كده بالراحة مع بعض. لازم لما تيجي داخل علينا العيد، كل سنة وحضراتكم بخير، لما نشتغل في اللحوم بالذات لازم السكينة بتاعتك تكون رفيعة كازلك يعني، بالشكل ده كده. ادي واحدة كده نفس القصة، اشيل دي من هنا، ايدك تحت السكينة كده بالراحة، اوعى السكينة تعدي على ايدك، وسكينة لازم تكون رفيعة ما تكونش سكينة عريضة، يعني ما تجيب الساطور وتشتغل الشغل ده. الشريحة دي كده زي الفل، كمان مع بعض لغاية لما صدر الديك الرومي يقول لي كفاية كده. هتطلع معانا حتة متقطعة بالمدقة بتاعت اللحمة، بنعمل ايه؟ بنخبط عليها بواسطة ورقة زبدة او كيس بلاستيك،
ونعرضها ونفتحها ونخليها كبيرة بالخبط عليها أو بالدق عليها. نفس القصة. اديك الرومي ليه موزة هنا برضو نفس القصة. على فكرة دي كبيرة حلوة، ممكن نعمل حاجة حلوة بقى. نعمل ايه؟ نفتحه كده، تعملي حاجة لطيفة عشان تبان انك انت عاملة ديك رومي، وده يبقى صدري واسع اهو، يعني مساحته كبيرة بالشكل ده كده. شفتي التفتيحة دي؟ وهنجيب كده يا عم الشيف، نخليها كده، ونجيب مدقة اللحم. ما ينفعش تدق عليها كده الا لازم تحط عليها ورقة زبدة. ليه ورقة زبدة يا شيف مغاز؟ عشان اللحم ما يتهريش منك. ونبدأ هنا المدقة في ناحيتين منها، ركزوا معايا. في ناحية هنا تلاقيها مشرشرة كده بالشكل ده كده، شايفين الجو ده كده اهو معايا؟ حلو، دي الناحية دي موجودة والناحية دي موجودة المضلعة ديت. لما تيجي تعملي سكالوب بانيه تقطعي على ديت، لما تيجي تعملي لحمة مشوية تقطعي على ديت، تاني سكالوب بانيه تشتغلي بديت. دي فايدتها الحاجات الصغيرة والله العظيم اللي أنا بتكلم عنها ديت، هي أهم من الأكلة. إحنا لما بنيجي نعمل سكالوب بانيه أو بنعمل كوردون بلو أو بنعمل فراخ بانيه بنلاقيها كشت مننا في قلب الزيت وإحنا بنحمرها، لأن إحنا مش فاردين حتة اللحمة كويس أو مش خبطينها بالمدقة اللحم كويس، لازم بالناحية ديت. الناحية دي فيها خرام صغيرة كده، الشبكة دي بتبط لك حتة اللحمة وبتقطع العروق بتاعتها، أما الناحية دي في اللحم المشوي بتعرض لك حتة اللحمة وتخليها تاخد شكل المشوي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب هنخبط بدي ولا بدي دلوقتي؟ قولوا لي بقى. هنخبط بدي طبعا. العب بالراحه على الكاونتر. هتلاقوا الصدر الديك الرومي دلوقتي تحت ايدي عامل مثلا ايه 30 في 40. عشان يبان ان احنا عاملين صدر الديك رومي. كفايه اهو عليه كده. تمام، نبص عليه كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. نحشيه بقى زي ما انت حابه، تحشيه لحمه مفرومه مش هيقول لا، تحشيه معاكي الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي مش هتقول لا، اختياري. تعالوا نعمل خلطه الحشو مع بعض كده واحنا واقفين. زبده طريه بدرجه حراره المطبخ حلوه، بنحط عليها توم، اللهم صل على النبي. بنحط على التومه دي بصلايه ناعمه، بنحط على البصلية الناعمة دي تشكيلة من الخضار الحلو، الألوان الحلوة دي كده فلفل رومي متقطع بالشكل ده كده جزر جزر حلو معانا روزماري، بناخد الروزماري ده نسقطه عليها في قلبيها. حلو قوي، تمام لغاية كده يا عم الشيف فاهمين اللي بتعمله. معانا زعتر ومعانا شوية بهارات حلوين، البهارات دي عبارة عن سنة بابريكا صغيرة، حلو، شوية كمون صغيرين، شوية ملح وشوية فلفل وشوية زعتر، واحنا واقفين مع بعض كده. دي الخلطة بتاعت الحشو، انت ممكن تعملي غير ده خالص تبقى احسن مني، تحشي لحمة مفرومة. حلو ونقلب دول كلهم مع بعض. الزبدة هنا هتمسك للخليط ده كله مع بعض. دور الزبدة هنا الطرية الحلوة بدرجة حرارة المطبخ بتديني القوام بتاع الحشو. لازم تعجنها بايدك كده. شفت الجو ده كده؟ هناخدها زي ما هي. طبعا الزبده هنا هتسيح وتتحمر، الحشوه دي يبقى لها طعم حلو. ناخد الحشوه دي يا عم الشيف ونحطها هنا كده. اللهم صل على النبي بالشكل ده كده. يلا اللي فيها رول مع بعض بالراحه كده. يلا هنعمل الكبيره دي مع بعض ونعمل الصغيرين اللي احنا قطعناهم من شويه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا شغال كده واحده واحده. اللهم صل على النبي. رولز. ده ديك رومي ولا مش ديك رومي؟ ده ديك رومي ولا مش ديك رومي؟ مستحيل يكون صدري فرخه بالشكل ده. هو ده. نعمين. الحمام الكذاب، في سؤال جالنا ده ملوش دعوه بالحمام الكذاب خالص يا استاذه رحاب. الحمام الكذاب بيتجاب ورك الدجاجه
وبيتخلي من العظم، وبعدين نحشيه من جوه رز او برغل او فريك زي ما احنا عايزين. ده بالنسبه للحمام الكذاب. حلو الكلام. لازم يتم طبعا عن طريق ان يكون معانا ايه، ورك الفراخ نفسه. طيب انا هاخد الصدور اللي معايا دي كده، عايزين نشوف طبعا نعملها ازاي كمان بنفس الطريقه دي. مش هياخد وقت كتير في السوى. معايا طاسة على النار شديدة الحرارة. حاضر. تاني، انا حطيت الحشوة بتاعت الرول عبارة عن تشكيلة من الفلفلة الملونة، وده اختياري، ممكن نحط بسلة، ممكن نحط بطاطس. انا حطيت جزر مبشور، فلفل الوان، روزماري، زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ، البهارات بتاعتنا زعتر وشوية ملح وشوية فلفل وشوية بابريكا بالشكل ده كده. في تركية هنا مهمة جدا حضراتكم لازم تشهدوها معايا. إن شاء الله إحنا بعد ما بنخلص اللايف معانا لايف تاني على السوشيال ميديا، ونتكلم عن تفاصيل الرز الحادق أو الرز بالملح. شوية فلفل، شوية زعتر، ده على الدقيق بتاع التغليفة، ركزوا معايا عشان ما يفكش منك. والبهارات الحلوة دي كده بقلبهم مع بعض، وباخد الديك الرومي ده كده اهو، شفت انا بعمل اهو اهو اهو، واحطه هنا كده. يلا معايا يا شباب، على فين يا عم الشيف؟ على فين الرول ده؟ على فين؟ اهو اهو. واعمل تركية هنا، ده ليك انت بس، ولها لجارتك، ولها لصاحبتك، ولها اللي بتشتغل معاك في الشغل، وهكذا، علشان ما يفكش منك. كنت بتحمريه في قلب الزيت، دلوقتي هتيجي عند المكان اللي قفلنا منه ده كده، وتحط شويه الدقيق دول. بقى زي الصبغ كده قفل. حلو، ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، من غير ما تلفيه في خيط ولا اي حاجه. والف هنا وشفا. نشتغل في اللي بعده. مع بعض. اللهم صل على النبي. ناخد ده كده نخليه، وده كده، وناخد ده كده، وورقه الزبده الحلوه معانا، ونشتغل. هتقول لي يا شيف مغازة انا والله ما عايش اجيب صدر ديك رومي، انت راجل مقتدر، اعمل ايه بصدور الفراخ؟ نفس الطريقه. فتحته كده بالشكل ده كده. بالراحه خالص كده عليها، ولازم تعملي بالناحيه اللي انا شغال بيها. انا عايز التفاصيل الصغيره دي اساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري، شايفين مكان ما انا بخبط؟ التضليعه دي مهمه جدا، عكس دي، عكس دي هتبوظ لي الايه؟ الصدر. انا مش هعمله بانيه، انا هعمله هنا مشوي. الحاجات الصغيره دي بتفرق. نشيل ده كده، اللهم صل على النبي، ونعمل القصه نفس الطريقه. ادي الحشوه اهيت مع دي كده اهو، ونيجي هنا كده اهو، ونحطها في قلب الضيق بتاعنا، اللهم صل على النبي. هنا تتحط هنا، نفس القصه هنا مع دي اهو، ونلفها كده، وتتحط في الضيق كده، وهنا نفس القصه دي مع الشريحه الحلوه دي كده. حلو قوي، دي جميلة، دي الموزة بتاعت الديك الرومي اهي، شفت اللفة دي كده اهي زي ما هي في قلب الديك ده كده. ونيجي هنا جنب الزيت بتاعنا، ايه الأخبار؟ نبص عليه كده اهو اهو، التركية بتاعت المغازي. نيجي مكان ما قفلنا، شفت الحتة دي كده اهو، شفت شات الديك دول اهو، ونقفل عليها كده اهو اهو اهو، زي ما بنعمل في السمبوسة اهو، نفس القصة اهو. ده المطبخ، مطبخ لما بقول رؤية وفن وابداع مش من فراغ، خبره السنين بنقدمها لحضراتكم اهو. اكيد لما عملت ده مره قبل كده، الثانيه الثالثه، اكيد في حاجات حصلت معايا، ابدا ان انا اشوف فين شفت انا عملت ايه، فتحتها وقفلتها تاني كده اهو اهو، واحطها هنا كده. يلا، ونسيب التحمير يشتغل برش الدقيق صغيره كده، عشان دول انا عايزهم هيدوني صوص حلو، بيون حلو، مع كريمه لباني، مع حليب، مع شوربه، زي ما انت عايزه، مستورده زي ما احنا حابين. خلينا نطلع فاصل صغير، نرجع لتفاصيل العيش بالبطاطا. النهارده بتخمر معانا العجين، معانا النهارده البوبيت او صدر الديك الرومي، محشي خضار مع زبده بطريقه بسيطه وسهله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الأخيرة علشان نشوف الصورة الحلوة للديك الرومي. تعبنا عليه، اشتريناه، جبناه، شيف المغازي لفلنا واحدة كبيرة، أمارة وعلامة على السفرة تقول إن ده ديك رومي لضيوفنا.
جنبيه اخواته الصغيرين اللي طلعت الشريحه اللي فوق لفناها بنفس الطريقه بنفس الحشوه. ايه الاضافات اللي عملتها؟ شلتهم من الطاسه اللي كانت قدام حضراتكم كده، ومكان التحمير ومكان الزبده ومكان البيون باخده كده بحطه هنا كده، هو ده هو ده هو ده، واسيبها كده واشربها زي الفل. ايه اللي هتعمله يا عم الشيف بعد كده؟ حطيت شويه زيتون اخضر لقيته حلو كده معايا. الزيتون الاخضر المطبخ بتاعنا بتاع اخواننا في المغرب وتونس والجزائر للامانه مشهورين بمشاركه الزيتون الاخضر والليمون الكبير الحلو اللي زي ده كده في بعض الاكلات بتاعتهم والبرتقال. ايه المشكله لما احنا كمان نخلي الموضوع ده مع البوبيوتي بتاعي؟ معايا ليمون حلو واجيب كده النشابه بتاعتنا، اللهم صل على النبي، قصدي القرمه دي كده، وناخد الليمون ده كده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. هندخله الفرن، هندخل الفراخ دي او الديك الرومي ده الفرن مع الليمون ده كده، يديني المزازه ويديني الحموضه اللي انا عايزها بالشكل ده كده اهو. الله، طبق جديد وشكله جديد وشكله يفتح النفس بمكوناته بتفاصيله. درجه حراره الفرن عندي 180، وعايز اوسع لنفسي علشان عندي شغل مع العيش بالبطاطا. حلو الكلام. درجه حراره الفرن عندي 180، هاخد الصينيه الحلوه دي كده وادخلها الفرن زي ما هي كده اهي. اللهم صل على النبي. يلا اهي، فين مكانها دي؟ هنا. نبص عليها كده نظرة حلوة. يلا فين؟ هو ده الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. حلو، حاضر اهو، حاضر زي الفل اهو. تمام، تعالوا مع بعض واحنا شغالين وبنشوف صورة حلوة نعمل عيش البطاطا. حلو اهو. مهم جدا وانا شغال عينيا تمام. بنسيبها طبعا في الفرن. هي قصه ان انا ممكن اسويها على فكره على عين البوتاجاز عادي، يعني لو انا في استوديو ومش معايا مخرج شاطر والحالي في المطبخ، دخلت المطبخ كده مزاجي رايق واعمل الفراخ ديت، مش هدخلها الفرن. طب ليه دخلتها الفرن؟ فلسفه يعني يا مغازل؟ لا لا لا، انا عايز اروق البوتاجاز وانساها واحطها في الفرن تستوي مع نفسها. ادي الرز البسمتي عدل الاكل بتاعي، بحط عليه دلوقتي صدور الديك الرومي، تحطيه مع خضار سوتيه اختياري، تحطيه مع مكرونه سباكيتي اختياري اهو زي الفل. طلع الصينيه بتاعتنا من الفرن، اللهم صل على النبي. نخلي عينيا حالا والله اهو كده بسرعه، اللهم صل على النبي اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، تفاصيل كتيره. قدرنا ان احنا نعمل عيش البطاطا لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. عملنا صدر الديك الرومي بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، للتقديم رز بسمتي. ما تنسيش الايس كريم بالبطاطا الحلوه، جربيه هيعجبك، ولو عجبك خش على صفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي وقولي لنا كلمتين حلوين ارفعي من روحنا المعنوية. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ التفاصيل من ماس بيرو. We'll be right back.